بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد. المركز روح السلام يا لبنان صاحب هذا ميديها مرحبا لبنان مدى الصومالي الميلج وكتبه وإن السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرهانتي أنا وح كم دها تدوينه جوعي مقالة قرر أي واحد عين تعدد كسوف تهمين كنتي ماشى وح عضي خسارة وين وأي سببين هو مبدأ يدادة سوف تهي كنتي دتك وحيالة ذكرتي ودتك حولها حول ليدها وحول قطتها وحو حقارين دتك وقرية أي كدنين لكن أرنت أقول وين قرنو قارتي وحوية قناع سيقي أي بغولكي بس ديتن ماشي بحي خسارة أقوين وقناسي قوميشك بحي وحنو لو كان بري إلا يهدى كم مشغول سنة هاي إن المقالة كان ذي في النوه إن راشنكي يبدع عديه أي بيوه خربين خسارة واحد كو قيمين كرتا إلا يهدى وحنو وليك الشقين المقالة دينا كان ذي في النوه بدع عديه يراشنكي أي بيوه أكتمريين وكب كي يعيين المقالة كده مركا كريهة دمي يقوار ماله حافظها بيو قلين قوغوشي يأقب كإكاقاتين ترم ماله مركا هورت مشا خسارة بها سبا كدعي مدى الصومالي الميري جوكتبا يمدى مسلكا يأيد كالسوء دوني سينا عاوي سودات كان إنا يسورتان خسارة إنو بلارية هي إن دات كان العاوي دات كريهة بطلان وداد أقر مادا مركا أي ميال كلا وحكا دعان سيدا دراد يهد أمدى وحكا أسرينا ولالي غير قردود أما غير بنت الله سيدا أيو جرمدا مدة الصومالية مركي إذا بات قبضته إن لو جسوا جرمدا وحين كوب يعنى تمان توا بيل رمضان مش رمضاننا أعماش إله سبحانه وتعالى والله ما الله مركا حلى وحلا بهي وحلى وجو هبونا ويه ما دام أي بشر رمضان تحي إن هنتي أنا حلبان إن كحلبان هان دكان أنا لقى دورتي هذانا وحنا جوب جوج مركي مشا وحكد إن waxaan umada Soomaaliye meel joog ku boorinayaa inay si degdeg ah iyo si ahlinimo uga qayb qaataan isla markaana hadu shaqada meel fiican ay maraysaa. Muhiimadu waa in la saaro in xoog la saaro in dadkii ay kaluma ganacsigoodi kalumay in lagu soo celiyo inay suuqi shaqeeyo, taana waxa weeye in dadkii ay helaan dhaqaale hela. Umada Soomaaliyeed dhamaantood meel joogtaba waxaan ka codsanayaa inay ka qayb qaataan hawsha dhaqaale hadda meel kasta oo carabka wax ka socota dadkii wayna la soo xiriirayaan dalka dibadiisa iyo gudihiisaba runtii abaabul weyn baan dareemaynaa oo meel kasta nala ka soo xiriirayo. Haddaan gudiga dhaqaale nahay, haddana dhaqaale waa na soo gaaray haba koobnaado oo dowladda dhexe iyo shaqsiyaad kooban ha noqdo maalin kastana waa soo bandhigaynaa meesha wax marayaan. Shaqooyinku waa qaybsan yihiin, qorshe labaad baa jira. Qorshaha labaad waxa weeye oo sidii magaalada biyaha dhaifeerti ama loo xawili lahaa oo meelka loogu wareejin lahaa ama waddo loogu samayn lahaa, taasuna waa qorshaha ku xiga markii soo kabashadu ay meesha ka baxdo in qorshihii magaalada lagu hagaajin lahaa biyahan iyo khasaarahan soo noqnoqonaya roobku geysanayaan looga gaashaaman lahaa. Shaqada waa lagu jiraa, injineerro gaara baa loo saaray ku maqan oo khubara ah oo daraaso ku haya in biyahanu aanay mar dambe khasaare intaa la geysan. Dhammaantiin وإن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حلو وصلي كرمك مريم هذا أمتك العاون أما وقت طبعا طبعا كريم أما كريم هذا حلو وقت هاي خطوة اللي بين بيتهم كان مجالة تبرسمي تبقي مجالة هي تدخل تجيب مجالة على الحراي سيدابي يقول مقطع مجالة حلو مجالة لو حل بيوبها هاي حل دوي حل دير حل كدو ومانت دد كان إلي سوى كباشا سميا الروابك هدد دا أينا حالة لقولة تعامل كارو إلا قارة أو كبير قارة لكن قرشها فوق المقالة دو وحوية إن بيها مقالة سوى قرى يلقوا إيو كو إن ودوين لوفرو هدد أي مران ود شعب كالروح وضو أي حرين سيدو كلا وحا كلا وقرشها كلا يهي مقالة دو لبقر يتوك نحضو بيكو تال جيبي قدو ميشي لقرر رو وقرشها صدحاد ويساقنا لقى فكرينيو sidaa daraadeed qorshaha dawladdu ay wato waxa dhici karta dadka qaybti inaanay mahadin. Waxaan wada ku boorinayaa reer qardhood
dadkii wadooyinka degay saameyn bay ku yeelan doontaa dad badan oo ka mid ah wadadii biyaha ay mari jireen toonka dhexdiisa dadka ay saameynta ku yeelan doonto waa inay dulqaad u yeeshaan ma mahadin doonaan dadka wadada degay maxaa yeelay biyuhu waday rabaan dadku intuu wada khasaari lahaana in kooban oo iyagu markii hore si khaldan wadada u degay biyaha ama toga dhex degay waa inay meesha ka baxaan